الموجز من كاب 24، أهلا بكم. واصلت إسرائيل اليوم الجمعة قصفها العنيف على قطاع غزة في الوقت الذي أعلنت فيه كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية على مدينة أسدود الإسرائيلية في جنوب البلاد. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم أن صفارات الإنذار دوت في مناطق محيطة بغزة بعد 11 ساعة من التوقف. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى نحو 4137 شهيداً و13300 مصاب. شرعت إسرائيل اليوم الجمعة بتفعيل خطة إخلاء مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع جنوب لبنان من سكانها على خلفية التصعيد العسكري مع حزب الله اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلطة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع تعلن إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة إلى بيوت ضيافة بتمويل الدولة. أضاف البيان أنه تمت المصادقة على تفعيل الخطة من قبل وزير الدفاع يؤوف جالانت، وقد أبلغت قيادة الجبهة الداخلية رئيس البلدية عن القرار صباح اليوم الجمعة. ويوم 16 من أكتوبر الجاري أقرت إسرائيل بإخلاء 28 مستوطنة تقع على مقربة من الحدود اللبنانية. أمس الخميس تمت إضافة مستوطنة كرياس شمونة، عدد سكانها يتجاوز 24 ألفاً، إلى البلدات المقرر إخلاؤها. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، كما شدد على ضرورة الإسراع في نقل المساعدات الإنسانية من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل القطاع المحاصر منذ أكثر من 10 أيام. وقال غوتيريز خلال مؤتمر صحفي عقده في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة الذي وصل إليه اليوم الجمعة إنه رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها إلى القطاع. وأكد أن الأمم المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لتوضيح الشروط ومحاولة الحد من تلك القيود للتمكن من إدخال شاحنات المساعدات في أسرع وقت وبأكبر كمية ممكنة. بالمغرب، كشفت وزيرة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري عن تخصيص مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف لتنفيذ الدعم المباشر للسكن. الوزيرة التي كانت تتحدث في ندوة صحفية لتقديم تفاصيل البرنامج اليوم الجمعة أكدت أن السكن الاجتماعي المتوفر حاليا ب 25 مليون سنتيم غير معني بالبرنامج لأن المنعشين استفادوا من الإعفاء الضريبي من قبل، وبالتالي فإن الوحدات التي يتراوح عددها بين 70,000 و 100,000 يمكن اقتناؤها ب 25 مليون. ولفتت إلى أنه لا توجد إعفاءة ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين في انتظار اتفاقيات جديدة تتعلق بالوحدات السكنية التي تدخل ضمن البرنامج. وأكدت الوزيرة أن البرنامج يستفيد منه المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. وتم تحديد مبلغ المساعدة في 100,000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300,000 درهم مع احتساب الرسوم، و 70,000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300,000 درهم و 700,000 درهم مع احتساب الرسوم. فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة يوم أمس الخميس، وذلك لتحديد مصدر ومسالك تهريب شحنة من مخدر الكوكايين بلغ وزنها الإجمالي 1,370 كيلوغرام. بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار من مالكي وحدات توزيع الأسماك المستوردة بمدينة الدار البيضاء بشأن عثورهم على كميات من مادة بيضاء يشبه في كونها مخدر الكوكايين داخل شحنة من الأسماك المجمدة المستوردة. أضاف ذات المصدر أن المعاينات الأولية والخبرات المنجزة أظهرت أن الأمر يتعلق بشحنة كبيرة من سمك مجمد جرى استيرادها عبر إسبانيا انطلاقا من بلد المنشأ بأحدى دول أمريكا الجنوبية، أنها تضم في مشتملاتها على كميات من مخدر الكوكايين. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية مع تطير الغبار مرتقبة بعد غد الأحد بعدد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي
أنها بات رياحا قوية مع تطاير الغبار من 80 إلى 100 كيلومتر في الساعة مرتقبة بعد غد الأحد من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 8 مساء بأقاليم الصويرة وأسفية الجديدة وسيدي بن نور وشيشاوة والحوز واليوسفية. كما يتوقع أو كما تتوقع المديرية في نشاطها الإنذارية هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار من 75 إلى 90 كيلومتر في الساعة في اليوم نفسه من الساعة 12 زوالا إلى الساعة 11 ليلا بأقاليم النواصر والمحمدية بن سليمان مديونة والدار البيضاء وبرشيد والفقي بن صالح وخريبكة وسطات ومراكش والحمنة وقلعة سرغنة والصخيرات وتمارة والخميسات والرباط والسلا والقنيطرة. أيضا يرتقب دائما وفق نفس المصدر هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار من 80 إلى 100 كيلومتر في الساعة في اليوم ذاته من الساعة 4 بعد الزوال إلى منتصف الليل بأقاليم المضيق الفنيدق تطوان والحسيمة والعرائش وشفشاون وفحص أنجرة ووزان وطنجة وأصيلة وسيدي سليمان وسيدي قاسم. نهاية الموجز.